نسأل عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان سركيس تشوبريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب. أهلا بك معنا. ويعني هذه الارتداد اللي عم نشوفها اليوم إلى أي مدى تبدو مؤقتة سيد سركيس، وخصوصا أنه قبل انتهاء الموعد اليوم لاتفاق أوبيك بلس شهدنا خطوة مباشرة من المملكة العربية السعودية بزيادة الصادرات لعشرة مليون وستمائة ألف برميل. كيف تقرأ الوضع حاليا للأسواق؟ بالفعل كما أشرتي أنه إحنا حاليا في اتجاه صاعد ربما يكون بالفعل مؤقت، وهذا الاتجاه الصاعد سببه آمال في محادثات روسية أمريكية من شأنها ربما سوف تكون سبب لنظرة أخرى للمتداولين إلى أسواق الطاقة. لكن في نفس الوقت نريد النظر إلى الطلب العالمي على النفط، حيث أن هنالك توقعات جديدة أيضا صدرت من يو بي اس أشارت لاحتمال انخفاض مقداره 10 ملايين برميل يوميا في طلب النفط عالميا. إلى جانب ذلك أود النظر أيضا إلى الشركات حول العالم والتي تتضرر من انخفاض أسعار النفط الكبير. لكن بكل الظروف الاتجاهات الهابطة ربما سوف تستمر قائمة في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، بل وتسارع هذا الانتشار حول العالم. وحتى لو شهدنا بعض التباطؤ في الانتشار داخل الصين، لكن هنالك العديد من الدول مثل دول منطقة اليورو وأيضا في الولايات المزيد من الانخفاض في الطلب العالمي على النفط. فالموجات الصاعدة التي ربما سوف نشهدها في هذا اليوم وربما خلال الفترة القصيرة القادمة قد تكون مؤقتة، وفي أي لحظة ربما تعود الاتجاهات الهابطة بالفعل من جديد. نعم، محادثات روسية أمريكية سيد سركيس، يعني ما الذي يمكن أن تنجم عنه هذا التحالف، يعني خصوصا بعد ما سمعنا تصريحات ترامب، يمكن مدى قد تكون إيجابية نوعا ما للأسواق على الرغم من أنه لسه ما احتوينا أزمة كورونا ولم يظهر اللقاح؟ هل اليوم الصين ستقود عملية؟ بالنسبة لي شخصيا أعتبرها بيانات رائعة وتوضح لنا مستقبل الاقتصاد العالمي كيف سيكون. فرغم أننا ما زلنا نتوقع وبحسب العديد من التوقعات من الصندوق النقد الدولي وكذلك البنك الدولي بأن نرى ركود اقتصادي ربما يكون في عديد من الدول العظمى، لكن بيانات الصين هذا اليوم أثبتت لنا بأن الركود ربما رغم عمقه سوف يكون فيها أيضا طابع إيجابي جدا بالنسبة لأوامر المصانع التصنيعية وأيضا الطلب وأيضا الإنتاجية. وهذا كله يظهر لنا بأن هنالك قطاعات ربما سوف تستفيد أيضا من تفشي فيروس كورونا، لكن بشرط أن يتوقف انتشار الفيروس. فاستمرار انتشاره ربما سوف يجبر الحكومات حول العالم إلى أن الانكماش الكبير الذي حصل سابقا في الصين تبعه نمو، أعتبره شخصيا نمو ما زال طفيف. فالارتفاع الذي حصل والنمو الذي يعتبر مفاجئ ما زال طفيف، لكنه أيضا إيجابي ويثبت لنا أسهمها عم تتراجع، يمكن الذهب عم يتداول عند 1614 حاليا. هل ممكن مزيد من الضغط بعد هذه البيانات بحكم التوجه للأسهم والأسواق؟ صحيح، أريد أن أضيف على كلامك أيضا موضوع مهم جدا، وهو تفضيل السيولة الدولارية من العالم كله. فنلاحظ ارتفاع في سعر الدولار الأمريكي، رغم أني ما زلت أرى أن أسعار الذهب ضمن اتجاهات صاعدة على المدى المتوسط والطويل لعدة أسباب، لكن من أهمها سياسات البنوك المركزية التسهيلية، إن كانت سياسات مالية أو نقدية، فهي تعتبر محفزة للارتفاع في أسعار الذهب على المدى المتوسط وكذلك الطويل. لكن على المدى القصير ألاحظ توجه نحو السيولة الدولارية لعدة أسباب. إن كنا نتحدث عن الملاذ الآمن، فالدولار الأمريكي عاد ليصبح الآن مطلوب كملاذ آمن وكسيولة مفضلة للمتداولين حول العالم. إلى جانب ذلك ارتفاع أسواق الأسهم الذي يحصل في بعض الأسواق حول العالم، والتي منها أيضا الأسواق الأمريكية بعد البيانات الصينية هذا اليوم، وبعد إشارات الكونغرس الأمريكي أمس إلى خطط تحفيزية جديدة قادمة في المستقبل. كل ذلك ربما سوف يضغط بشكل مؤقت على أسعار الذهب قبل أن تعود للارتفاع من جديد، مستجيبة بالتأكيد لسياسات البنوك المركزية التسهيلية حول العالم إلى جانب توقعات الضعف الاقتصادي العالمي. نشكرك سيد سركيس تشبريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب، كنت معنا عبر سكايب من عمان. شكرا لك.